kemudian diberi kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua berdoa kehidupan kita ini sentiasa diberkati Allah, sentiasa dianugerahkan dengan taufik dan hidayah dari Allah, dan sentiasa mendapat kesihatan sepanjang masa dengan penuh takwa dan keimanan. Jadi mari sama-sama kita membaca surah Yasin. Mudah-mudahan Allah SWT akan menyampaikan segala hajat-hajat kita yang baik-baik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadrat Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisra asrar al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilan azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim awlalan fahiya ila al-azqani fahum mukmahun. Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arshaynahum fahum la yubasirun. Wasawa'un alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a zikra wa khashiya ar-rahman bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Waqrib lahum masalan ashab al-qaryati idh ja'aha al-mursalun. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسله منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شوق فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الغاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر الحاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استجب دعانا يا الله استجب دعانا يا رحمن استجب دعانا يا عليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم
tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tana' lana fi maqamina hadha zanban illa ghafarta, wala hamman illa farajta, wala 'ayban illa satarta, wala karban illa nafasta, wala daynan illa qadayta, wala jahilan illa 'allamta, wala fasidan illa aslata, wala mustaghzikan illa razaqta, wala aduwan illa kafaita, wala hasidan illa hazalta, wala maridan illa shafaita, wala malikan illa rahimta, wala ghaliban illa radatta, wala musafiran illa sallamta, wala nu'an illa stajabta, wala azaba illa zawajta, wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati laka fiha ridha, walana fiha salu illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu syukran, ولك المنن فضلا وانت ربنا حقا ونعم عبدك بك وانت لم تزل ذلك احلى. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل داعي ويا معنى كل مهين. يسر علينا كل عسير فتسر العسير عليك يسير. اللهم يا من يهتدي للبيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما. وهب لنا مسيئنا لمحسننا ومكسرنا لعملنا وهب لنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon dengan penuh harapan kepada-Mu, ya Allah. Sebenarnya hari hijab kabur anak kami ini, Muhammad Nur bin kami, cakap aja kaki dah sampai. Pasangan beriam Nuraida binti Masud. Kau panjangkanlah umur mereka, kurniakan kepada mereka kehidupan yang lebih bahagia dan berjaya. Kurniakan kepada mereka rezeki yang melimpah berkat dan disetujui-Mu. Ya Allah, jauhkan mereka dari belenggu kesusahan dan kemiskinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kepada mereka pintu kebajikan, pintu keberkatan, pintu nikmat, pintu rezeki, pintu kesihatan, pintu keselamatan dan segala pintu kebaikan di dunia dan akhirat yang menjurus ke syurga-Mu, ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, jauhkanlah segala pintu kejahatan dan keburukan dari mereka dan keluarga mereka. Ya Allah, tiada yang mudah kecuali Engkau yang memudahkan. Dan Engkau juga, ya Allah, yang menjadikan yang susah itu mudah. Permudahkanlah kehidupan mereka. Jauhkanlah dari segala bala dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari pujukan iblis dan syaitan. Serta jauhkanlah mereka dari kejahatan manusia dan jin yang memusuhi mereka. Dan jauhkanlah mereka dari pengaruh nafsu yang boleh menyesatkan mereka. Ya Allah, Kau berikan kepada mereka kesihatan fizikal dan mental yang terbaik. Terangilah hati mereka dengan cahaya hidayah-Mu. Perbaikilah amalan mereka. Tunaikanlah hajat-hajat mereka yang baik dalam agama, dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa-dosa kedua ibu bapa kami, kerana hanya Engkau sahaja yang maha pengampunan setiap dosa. Ya Allah, kami menadah tangan mengakhiri doa ini. Semoga Engkau kurniakan segala kebahagiaan, kejayaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Engkau jadikanlah mereka hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, hamba yang beramal soleh, hamba yang sentiasa bersabar atas segala perintah-Mu dan ketetapan-Mu. Assalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.